هل انت مائلك للنادي الافريقي اثر شوي على مسيرتك المهنية؟ أثر كيفاش؟ بعقلية متخلفة في تونس أثر. هل سمعت مرة أني أنا النادي الإفريقي يلعب ضد الترجي أو النجم الساحلي أو النادي الصفاقسي أو الأولمبي الباجي أو غيره وكان مردوده سيء وقلت طيب هل نقصت من قيمة أي فريق أو استحقاقه لما يفوز على النادي الإفريقي لما يكون إفريقي طرف في مقابلة في تعليق يجيب لي إنسان أي حجة أي حجة كيفاش أثر مال؟ أثر يعني أنا إنسان ندافع عن النادي الإفريقي ندخل في شقيقة ورقيقة من خلال أني ننقد في بعض الأحداث يروا الانتماء يروا فيها معناها دوبل فاس فيه الانتماء اللي يوصل إلى حد النقد اللاذع لفريقي المفضل والنقد اللي نستحسن ربما واحد أما عمري ما كان انتمائي تعبير باش كما يعملوا بعض الناس يجي يتهجم على الترجي أو النجم أو غيره مستحيل مستحيل فما شكون يتهجم على جمعيات من الصحفيين ثم مثلا تعرفوا لا فايدة تو انت اسلام انت مش تدخلني في مشكلة مع الزملاء الكل اللي انا خلي نسبة الكره على الاقل محدودة شوية لتولي تولي شاملة ثم واضحين يعيطوا واضحين مش باهي ما ندمتش في الاعلان تاع الانتماء نتاعك ابدا ولن اندم حتى لو كان اثر عليك انت تنجم تعمل مسيرة اكبر من هكا برشا لا قلت لك انا قلت لك لو التقييم يكون للشخص بقطع النظر عن انتمائه لان النادي الافريقي يا اخي انتمائه اجنبي مالكش فريق من فلسطين المحتله لا فريق تونسي والناس كلها يعرفوني ولعلمك الفرق الاربعه نضيف لهم الخامس البنزرتي والملعب التونسي الكل سافرت معاه وربما اكثر فريق سافرت معاه الترجي ويجي بعده النجم أقل فريق سافرت معاه للمهمات في الخارج هو النادي الإفريقي ويعرفوني الكل في الحقبات الكل ماكش متعصب الإفريقي متعصب لذاتي في العمل أترك الكسوة نعطيك طرفة أنا محب الله يرحمه وجات فرصة باش نترحم عليه متوفي منذ شهرين علي الحاجي هذا انجرون كادر في الشركة التونسية للنقل الشركة الوطنية للنقل هذا كلوبيست لما يكون في المقهى نتاع الحي نتاعنا زوز ماتشوات بالصدفة الترجي في مكان أو النجم والإفريقي في طرف آخر الكل من الإفريقي تعدى ونسكر القهوة لا يرحمه معناها شيء غاية في التعصب وكانوا الناس يقدروه باعتبار أنه واحد ولا خلينا نمشي نتفرج في داري هو يحب يتفرج ديما في القهوة وداره مش بعيدة 20 متر على القهوة نعدي في ماتش في التلفزة الوطنية لو برومي 2005 3-0 في الشوط الأول الترجي رابح ورقة حمراء لوسام بن يحيى خرجت بين الشوطين وراء اللوش شريبة ماء واستراحة متاع ربع ساعة بالتليفون يطلبني السيد هذا المتعصب سي علي الحاج الله يرحمه قلت باش يسبني مباشرة قال لي برافو والله برافو قلت له كيفاش برافو أنا في بالي باش تشتمني وتسبني على التعصب نعرف قال لي لا انت كل التعصب اللي نشوفه فيه في اماكن اخرى انت غريب انت ترجي رديتها ريال مدريد قلت له وهي كذلك اليوم نصف حاجه عكس ما تشوفوا فيه طيب في الاذاعه واحد ينجم يزبلح ويعدي ويطفي الضوء تلفزره صحيح انا نعدي المشاهد نحترم المشاهد انا سالتك على التعصب ايش معناها فهمت تفرح لو كانت ترجي تهز اليوم تشامبيونز ليج الثالثه علاش لا؟ علاش لا؟ اي ماكش متعصب تسمى معناها مانيش متعصب نفرح علاش لا؟ نفرح أما نحزن لفريقي ديما الجانب الثاني.